اول رايت. على فكرة اوعى تنسى تقول لصاحبك ده يستنانا. طبعا هديله تليفون دلوقتي حالا. هو ميسي وخباجة ده هيعرفنا ازاي؟ اول ما تلاقوا واحد بصلكوا وطب ساكت تعرفوا ان عبد السلام خفاجة. انا حاطط النظر تعلي صوتك عليا. الله يا تعلي صوتك عليا امام هذا التلميذ المخرب. يا مخرب عبد السلام افندي. يا خفاجة البش جاكيتك. مش هلبسها لما تيجي الانسة ليلى ولية امر هذا التلميذ المخرب. يا مخرب. يا استاذ عبد السلام البس جاكيتك وصلى على النبي. مش هلبسها. لا يجوز ان يكون في المدرسة خيار وفقوس. فتلامذة المدرسة كلهم سواسية. فعمر زي زيد زي عبيد زي نطاط الحيط. والدلع يا رشيد على وش المي. البس جاكيتك يا افندي. مش هلبسها. مكالمة عشانك يا استاذ. مش هلبسها. ها؟ سما فين ولية امر الطالب؟ ما جاتش ليه؟ انا ولية امر مسعود ابن عمي. مش اختي. لكن انا عايز اختك يا اخي. بتقول ايه؟ ايوه ما انا هقول لحضرتك. ما هو اصل مسعود ابن عمه صعب التفاهم معاه. بقول لك البس جاكيتك يا افندي. مش هلبس. يا استاذ عبد السلام مكالمه عشانك من مصر. مش مصر. ثانيه واحده. انا احمد ابو العز. ازيك؟ وحشتني يالا. مالك يا عبد السلام؟ طب اسمع. في بنتين خواجات صحابي من زمان قوي جايين يتفرجوا على الفيوم. عاوزك انت بقى يا حلو. ايه؟ لا 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 مش هنزلوا عندك. ما تبقاش عصبي. هينزلوا فوق برج الفيوم. يو لا يا سيدي على حسابهم. قديمة. اسمع يا احمد انا ماليش صاحب غيرك بيخسرني. والصاحب اللي يخسر يبقى هو العدو المبين. يعني انت عدو المبين. البس جاكيتك يا افندي. مش هلبسها. مش هلبسها. هي ايه اللي مش هتلبسها يا مجنون؟ ما تبعد عني يا اخي. ابعد عني. ابعد عنك ازاي؟ انا ناظر المدرسة. مش هلبسها. مش هلبسها كده. طيب اسمع يا احمد انا سبت مصر وجيت على الفيوم من تحت راسك. ربنا يكفيني شرك يا اخي. مين قالك ان انا بتاع بنات؟ ايه؟ اما انت قليل الادب يا جدع. عارف انت انا روح قابلهم اعمل معروف. ده انا قلت لهم عليك انك انسان مهذب وعندك اخلاق وهتقوم بالواجب معاهم. انا ما اعرفش اعمل واجب مع الستات ولا عمر عملت واجب معاهم. لا مش مش واجب من لتة. انت هتعرفني ليه؟ يعني ما فيش خد طب ساكت. يمكن جوه في الريسبشن. يمكن. يلا في سويت باسم ديانا جوجانيديس وماريا. ايوه يا فندم. اوضه 38. في واحد شخص اسمه عبد السلام سال علينا. لا يا فندم. لو سال علينا نحن فوق. حاضر. السلام عليكم. ابو مسعود. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ايه الحكايه؟ اتفضل يا مسعود بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ عبد السلام البس جاكيتك. مش هلبسها. مش هلبسها. اصل ولي امر الطالب وصل. لا يا شيخ جت. طب اسمع انا طب انا عايز تزور. لا انا ما هقول لك. اصل طب معاك مشط. طيب يا سيدي اتفضل. طب انت عندك 60 سنة شايل مشط ليه؟ فرصتك عبد السلام. اول لقاء وجها لوجه. شو بقى نسى ليلى انا اللي يمكن اسكت على اعمال الولد المشاغب ده؟ لا مش كده. انا اظهر لها الحنيه. انسى ليلى انا اسف جدا لازعاجك. بس اصلا انا من يوم ما سكنت قدامك وانا ايه اللي وانا وايه الهبل اللي انا بهببه ده؟ احسن حاجه ان الواحد يتقل عليها ويتجاهلها. تقلي صنعه برضه. مش كده؟ مش التقلي صنعه؟ هو ايه ده يا ابني؟ لا اصل انا لما كنت ساكن كانت هي ساكنه في انت مالك انت يا ما تقلقش زمانه جاي. حالة الناظر ما تشغلش نفسك انت بالموضوع ده. انا هتفاهم مع الانسة ليلى. الانسة ليلى بتعزني وانا بعزها. يعني سهل قوي قوي اللي احنا نتفاهم سوا. يعني اخرج انا؟ يلا اتكل على الله. اتكل على الله. شوف يا ليلى هانم. ليلى هانم بتعزك انت يا جر. حط النظر ما تخرجش.
اتفاهم انت لوحدك، انا عندي اولاد. مساء الخير، اصل انا كنت عامل في شعبي، بروح لعامل في بيتهم اللي هناك بتعريف حلاوه رغم كبدهم. انا ما عملتش حاجه. قصدك تقول ايه يا عبد السلام؟ احمد ابن عمي سعادتك ده من الكرسي اللي بقعد عليه في الفصل بالغيره، ولما الحصه خلصت وجيت اقوم الغيره لزق في بنطلوني وقوره. قوره يا سيد، قوره. اتفضل. ليه تعمل كده يا حماده؟ ما كانش قصدي. خلاص الواد بيقول ما كانش قصده. والله ده انا كنت فاكر ان كان قصده. شوف ازاي. انت مش كنت تقول يا حماده ان ما كانش قصدك؟ بطل تهيؤات يا راجل، تعمل زيطه وزنبليطه عشان حاجه هايفه. صحيح، ملوش لزوم. اسف يا حماده، معلش. مفيش حاجه اسمها معلش، هستفيد انا ايه من معلش؟ ايوه صح، لما معلش قتلوه ليه؟ انا اللي غلطان، هعوضها لك. هجيب لك كل يوم بنطلون تقوره، هتفضل تقور طول السنه. مبسوط يا عم؟ انا بدي افهم انت كيف رايح جاي قدام التلاميذ وبنطلونك مجور؟ كنت عاوز اخته تشوف التجويره بنفسها. يا فندم حضرتك تشوف التقويره، الست ليلى تشوف التقويره، اي حد ماشي يشوف التقويره، وبعدين التقوير ده على كيف يعني؟ مش كده يا حماده؟ انت بتدلع الواد ده بصراحه، انما هي ناشفه عليه، ما بتدروش فرصه نلعب في البيت. كيف بتعرف اللي بيشرب في البيت؟ تكونش فتحت الشباك؟ انا ابدا والله، حتى تعالى شوف بنفسك. مش سمطر بالضبه والمفتاح، شوف اهو. انا عمري ما بكذب ابدا يا مسعود بيه حقيقي. يعني انت بقى استغنيت عن الاوضه دي خالص وعملتها مخزن؟ مخزن؟ لا، دي اوضه معدات فريق التمثيل. وبالمناسبه حضرتك معزوم على الحفله بتاعت السنه دي. باذن الله. ما تزعلش مني يا عبد السلام، انا بس قصدي ان الناس في بيتهم لازم يعيشوا على حريتهم. طبعا انت هتقولي خصوصا الناس دول لما يبقوا جماعه ولاد عم سعادتك. لا وانت كمان لازم تعيش على حريتك. يعني افتح الشباك؟ افتحه كيف؟ وانا حارب بطلاقنا وما تفتحش. وطلاق على طلاق، ده انا فاتحه مدى الحياه. انت بتتكلم ازاي مع الف سلامه؟ انست وشرفت. كويس قوي. اهلا وسهلا. انت بتقول ايه ده كلام؟ اهلا وسهلا، انت مشغول مع الف سلامه. والنبي ما تقعد نتغدى سوا. مع الف سلامه قصدي يعني، اتفضل. مع الف سلامه. مع الف سلامه. والنبي تاخد الباب في ايدك وانت ماشي. مع الف سلامة يا مسعود. اهلا وسهلا. مع الف سلامة. ايه النور ده يا مسعود ده؟ اهلا وسهلا. مسعود امير. والله راجل امير. مسعود. شايف ايه؟ السلسله والقفل؟ شايف. امال بتخبط على مين؟ ها؟ الباب بتخبط على مين؟ بخبط على الباب. لكن الباب مقفول يا اخي. انت ناظر المدرسه؟ لا مش ناظر المدرسه، ها؟ سكرتير المدرسه؟ ولا سكرتير المدرسه، ها؟ الله، طب زعلان ليه؟ هي مدرسه ابوك. ولا مدرسه ابويا، انما زعلان من الغباء. كل ما امشي في الشارع اقابل ناس اغبياء اغبياء. المجانين في نعيم. فعلا، لانهم مش اغبياء زيك. يا غبي. يا غبي؟ نعم. لا مش انت. انا كنت بحسب. يا حاج. يا حاج. يس. جي بي. جي بي. ابي جي بي. ابي ام تي. ما تعرفش عبد السلام افندي ساكن فين؟
راجل من الصبح كده؟ مع السلامة، مع السلامة. شي شي، مع السلامة. لا لا لا. انسى انسى. ايه ده؟ اما انا هذا. ايه حرام؟ ايه؟ ايه مية؟ مش فاهمة، شاور شاور. ما تعرفيش مدرس اسمه عبد السلام خفاجة؟ اسمه ايه؟ اسم عبد السلام خفاجة. عبد السلام خفاجة. ايه تعرفيه؟ هو بيلبس بدلة وجرافات مفنكشة. ايوه. وفي طولك وفي عرضك كده تقريبا. تمام. واسمر ودمه خفيف مش كده؟ هو ده بالظبط. معرفوش. لا تعرفيه، باين في عينيكي انك تعرفيه. اعرف لكن مش هدلك عليه. ليه بس؟ ده انا غلبان ومسكين. حرام تعمل نفسك اخرس. احرم ورايا. رايح فين؟ انت رايح فين يا مجنون؟ طلع قدام شويه. لا 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 لا. يا مجنون. يا ايدي حاجبك كده. كنت عايز اركب وراكي. مش انت اللي قلت لي اركب ورايا؟ تمشي ورايا مش تركب. انت ايه؟ انا احمد ابو العز، جاي اقضي الويك اند في الفيوم. تقوم توقعني؟ ما انا كمان وقعت. احنا الاثنين وقعنا في بعض. إيه اسم حضرتك ايه؟ ليلى البرجاوي. الله، عاشت الاسامي يا مدام ليلى. انسه. انسه. ايه ليه ليه كده؟ ليه ليه؟ ده انا غريب وتايه. دلوني اهل الثواب. سيبي اللي جاب. هتجري مني ومش هعرف اروح لعبد السلام لوحدي. لا ما تخافش، همشي بشويش. ده كلام رجاله. ورايا. وراكي تاني. قولي له ضيق خطوته شويه. قول له انت، بالتأكيد هيفهم كلامك. على مهلك شوية يا صاحبي. بصراحة بلدكو دي في منتهى الجمال. ما كنتش أعرف إنها حلوة قوي ولا بالجمال ده كله. متهيألي مش هسيبها أبدا. أنت ما بتردش ليه؟ نفسي أطمن. إحنا هنتفق سوا ونبقى حبايب، ولا أنت مشغول بغيري؟ ومادام مفيش في حوافرك دبلة، قصدي في صوابعك دبلة، يبقى ايه المانع انك تكون حبيبي وانا حبيبك؟ ها؟ ما بترديش ليه؟ يا حياتي؟ ما بترديش ليه؟ ايه؟ خليك هنا يا برح، اوعى تمشي. ها؟ ايه؟ في حاجة؟ طب قوم قوم عشان تحرم تعاكس بنات الناس. مش هحرم. يا سلام. طب امشي. على مهلك. اتسند عليا. وصلنا بدري كده ليه؟ انت ما تعبتش؟ معقول اتعب من الهنا اللي انا فيه ده؟ يا حماده، حماده. صاحبي اسمه عبد السلام خفاجه مش حماده. حماده ده يبقى اخويا. والله عال قوي، ده احنا نبقى قرايب. اصل انا وانا صغير كانوا بيدلعوني بحماده. يا حماده، يا حماده. انت يا ولد يا مقصود الرقبه. يا حماده انا ولي امر مسعود ابن عمي، انما اللي بتنده
ريت اشوفك تاني. ليه؟ ليك اصحاب تانيين عايزني ادلك عليهم؟ من لا احباب ونسى اصحابه. يعني كمان ليك حبايب في الفيوم؟ حبيب واحد اتعرفت عليه النهارده. نعم يا أم. الأستاذ أحمد صديق الأستاذ عبد السلام. شايل معاك جورنال أنت كمان؟ آه، ليه؟ أصل الأستاذ عبد السلام ما بيشيلش عينيه من على الجورنال. آه، أصله بيحب ال ما أنا عارف. عارف إيه يا ولد عيب؟ بيحب الثقافة. أوي أوي، اتفضل أهو. أنا همشي بقى، سعيدة. ليه؟ يلا يا برا. استني يا لول هروح معاك. بقول ايه؟ لو تاه مني عبد السلام الاقيكي فين الساعة كام؟ يدور ايه يا استاذ؟ ده يتوه البلد. مع السلامة. انت تعرف ليلى منين؟ تعرفها منين ها؟ اما ليلى الذوق صحيح. طب قول لي الحمد لله على السلامة، انت ايه اللي جابك؟ يا باي على المقابلة اللي زي الزفت يا باي. والله يا اخي البت دي اكرم منك. ولا اعرفها ولا تعرفني وجابتني وراها لغايه هنا. وراها؟ ايوه. ونشفوك وانت وراها؟ ايوه. وعرفوا انك صاحبي وانت وراها؟ ايوه. وبتقول ايوه كمان. الله. وبتقول ايوه كمان. وبتقول ايوه. الله. وبتقول ايوه. وبتقول ايوه. اهدى يا عبد السلام، حرام لا تموت في ايد نفسك. اللي جيت وراها دي بنت عمي مسعود البرجاوي اللي عايز يتجوزها، اللي حاكم عليها في الشباك اللي بيطل على شقتها. اه مره شاف واحد يبص لها فقعلوا عينيه الاثنين. الاثنين؟ ودلوقتي يا ولد ده ماشي بعكاز. ده في يوم ضرب 20 نفر عشان خاطرها. عشان خاطرها؟ بقى شقطهم لبعض زي ما يكون بيلعب كوره. وبيلعب كاراتيه، شوف الحلاوه. يعمل كده يوقع اربعه، يعمل كده يوقع خمسه، يعمل كده يوقع سته، وبيقسم وشغال. ولا عاوز تخوفني عشان ابعد عن بنت عمه؟ وشرف الاخوه والزماله والطفوله المشرده ان كل كلمه بقولها عليك يا مسعود صح. خدها من قصير وارجع مصر اتكل. يا نهار اسود، مسعود جه، مسعود جه، مسعود جه. ايه اللي معاه دول؟ ما هو عنده مكتب سياحه. حلو. حلو قوي وكبير، في انتيكات واتوبيسات وجمال وحمير. جميل. هو ايه ده اللي جميل؟ هنبقى اصحاب 100%. مسعود بيه راح فين يا مجنون؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمك. ان شاء الله تكون اتبسطت في الرحله قوي. مسعود بيه. ايوه. انا احمد. اهلا احمد بيه. اهلا اهلا وسهلا. احمد مين؟ احمد مين؟ احمد ابو العز. اهلا ابو العز. ابو العز. اهلا اهلا شرفت. ابو العز مين؟ بدون ازعاج ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. انا عندي زباين مهمين قوي، بنتين اجانب ديانا وماريا، هم منتظرين في الاوبرش، وكان عندي عشم ان مكتب سيادتكم العظيم الخبره هو اللي يفرجهم على معالم الفيوم الاثريه. انا ومكتبي تحت امرك. الله يخليك. ولا ربيع هاشم. نعم يا مسعود بيه. هات العربيه وخد احمد بيه وديه الاوبرش. لا 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 لا، انا عندي مشوار مهم. يروح هو، هتلاقيهم في اوضه 38. ها هتعرفهم لوحدك لانهم اجمل بنتين هناك. يبقى خليك انت يا هاشم، انا اللي هفسحهم بنفسي. عندك حق، عشان اللي يفسحهم لازم يكون وشه سمح زي حضرتك وكله رجوله زي حضرتك. الله يخليك يا احمد. كله رجوله. اسمهم ايه؟ تعال تعال. ديانا وماريا. اوضه 38. ها
يلا على قرش يا عزيزه. يلا عبد السلام خباجة مدرسة حميدة خاصة. اطلبيه في مدرسة، خليه يجينا هنا. اوكي. ها هلو. اتفضل يا فندم. الو، انا جاي من طرف الاستاذ احمد ابو العز. اتفضلي مسيو، انا كنت لسه هطلبك. طيب اهلا وسهلا. ديانا، ميسو خباجة في الريسبشن. اوكي. انتري. هلو. كان فيسا. يا اختي عليه ولا سلباته. الفهم لك فرجه. باين عليك زغيب زي صاحبك احمد ابو ليز. وفي احلى من اللطف والظرف والانسانيه. وحضرتك بقى ديانا ولا ماريا؟ حذر فذر، انا ابقى مين؟ خرب بيتك يا نفيسه. نو نو، انا مش نفيسه، انا ماريا. وانا ديانا. قمر علي النعمه، احنا مش جوازين غفر. بس احنا زعلانين منك قوي، انت وحشة مخاصمينك. اصالحكم فورا، ادي دماغك اهي. وانت مريم حقك عليا، حقك عليا والله، ادي دماغك اهي. اصل ما استحملش اشوف حد زعلان مني واسكت، لازم وحتما اصالحه فورا. طب ممكن احنا نغير هدومنا؟ قوي قوي، اتفضل. اتفضل انت في الصالون مسيو خفاجة. مسيو خفاجة؟ خفاجة انا؟ انتري؟ العواف عليكم. احمد. الحمد لله يا سلامة. الحمد لله لسلامتك. الله، انت عرفت تيجي لوحدك؟ كنت عاوزة كلام يا احمد بيه. اصل لقيت نفسي هتأخر عليكم فبعتت لكم الاستاذ مسعود. مسعود؟ اه. مش هو ده مسيو خفاجة؟ لا 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 لا، عبد السلام خفاجة مشغول في المدرسة، انما بقى الاستاذ مسعود بيه ده خبير ومتخصص في الفسح. تورست درجة أولى. ما تيجي بقى نقعد في الصالون على ما يلبسهم. اه أوي أوي. باي باي ديانة. هاي بيبي، انت سرحتي في ايه؟ ناس عال قوي، حسابهم عندنا. تجيب واحد يا احمد بيه. واضح، انا شايف كده ان حضرتك معجون بمية انسانية. ده من كرمك وظرفك. متهيألي كده زي ما نكون قرايب، كنا قرايب، هنبقى قرايب. انت باين عليك ابن حلال قوي. بقولك ايه، الخدمة اللي تعملها لي انك ما تسيبهمش لحظة واحدة، تفسح فيهم ليل ونهار. ولا يهمك، مش هفارقهم ولا ثانية. كده؟ عال، عال قوي. اطمن، أنت تكون مطمن. أوعى تنسى ليل ونهار. أه. مع السلامة يا أحمد بيه. ده أنت صحبتك زين قوي. هو أحمد مشي ليه؟ الله، أنتوا مش عاوزين تهيصوا ولا إيه؟ سيتن ما يا روحي، نهاية. أهدي بقى عليا. برافو، برافو، برافو. هاي، هاي، كويسين قوي. يلا اقعدوا، أنتوا اقعدوا هنا وأنتوا اقعدوا هنا. يلا بروفا للمشهد اللي جاي بقى. صفية، انت اللي هتسمعي المشهد العاطفي. شوفي، شوفي يا صفية، انا عايز طبقة صوتية منخفضة مع إلقاء بعض الظلال التي تساعد على إبراز المعنى، واخدة بالك؟ إبراز المعنى ونوع الشخصية والحالة النفسية والطبقة الاجتماعية الأيديولوجية مع الاحتفاظ بالإطار الفكري والمادي والمعنوي. ها؟ مفهوم. يلا يا صفية، اعتبريني أنا العمدة. حاضر يا أستاذ. اللي حصل، أنا كنت في الغيط، بصيت لقيت دخان جاي من ناحية البيت، قلت يا مصيبتي نار نار، جريت ووصلت البيت، لقيتهم حرقوه، حرقوه ونعرقوا جوزي يا عمدي. وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ بتقول وإيه يعني؟ طب اكتشفت، مش عارف تضربي يا استاذك. اصل اندمجت في التمثيل. انا اسفه يا استاذ. تمثيل؟ ده كلام يا عبد السلام. يلا بقى انصراف، البروفه النهائيه بكره، خش مدرسه. يلا مع السلامه. كنت كويسه؟ اه كنت كويسه قوي. بس بخير في ايدك شويه. مع السلامه. يا سيدي ده هو التمثيل في المدرسه وفي البيت كمان؟ اه اصل الحفله قربت. اه
بس شفت الاندماج بتاع البيت؟ قربتنا قرمة يا جدع. اصلها فنانة. طب خد بقى وقوم اشتغل. ايه ده؟ عشا على حساب الخاص. انت عايز تبات هنا الليلة دي؟ انا ليا مين في الفيوم غيرك؟ ودي اخر مرة هتتعشى فيها طبعا. عيب عيب، كل يوم من ده بشرفي. يلا قوم يلا على المطبخ. اتفضل امسك شيك. ولع الامور ده قبل ما اجيلك. معرفش. اتعلم اتعلم يا استاذ. طب تعالى وريني نولعه كده، بس انا يعني تلميذك المخلص. وريني تلميذي وعكننه حياتي وصديقي اللدود. سلام. عبد السلام. طيب يا اخي ودي ريز الهوا. يا عبد السلام. طيب طيب انت طيب. عبد السلام ايه؟ العبور مش عايز يولع. انت اللي لخمه. ايه اللي انت مهببه ده؟ يا اخي بطل بخل وشاهد بوتاجاز. بوتاجاز ايه؟ انت واخد قلب فيا ولا ايه؟ انا عايش على قد حالي. طيب يلا اتفضل ولعه انت. اسمع، حضر انت العيش والسلطه. حاضر. معرفتش اولع الوابور، محدش بياكلها بالسهل. ما هي غلطتك، كان لازم تتعلم. قلت لامي تعلمني ما رضيتش، قالت لي بكره هتتجوز ومراتك تولعهولك. انت مش بريمو في توليع الوابور؟ بوري ولا مبروك. ازاي الشباك ده انفتح والمعلم مسعود حالف طلاق انه لو انفتح له قاتل اللي فتح. يا نهار اسود يا حمزه. أبا، ده بتحتفلوا بوس على الطاير. على الطاير؟ على ابو جريشه دي ولا ايه؟ هنا وهنا كمان. معلش بتعبك معايا، اصل ما عندناش مرايه ولا اي حاجه. انا مش عارف الراجل ده عايش ازاي. يا احمد يا احمد ابو العز. لحظه. انت شريكه ابن عمك في مكتب السياحه؟ ليه؟ عندك سواح؟ بنتين مليونين سلمتهم لابن عمك يفسحهم بمعرفته. ودول عرفتهم ازاي؟ بالمراسله؟ حلو قوي السؤال ده. معاك على الخط انا. شوفي بقى يا ستي، دول اصحابي ولا حاجه، دول زي اخواتي تمام والله. وبتحلف ليه؟ طب وانا مالي؟ لا بجد مفيش بيني وبينهم اي حاجه، كانوا جيراننا واحنا صغيرين وبعدين هاجروا. مفيش بيني وبينهم اي حاجه. يا احمد يا احمد ابو العز. طيب يا اخي. الله، انت بتعمل يا نهار اسود يا نهار اسود. الله، انت اتحببت انت راخر. انت مين اللي قالك تفتح الشباك؟ محدش قال لي انا اللي فتحته. اما انت كمان بشكل يا عبد السلام. هذا سيدي. والله انت كمان بشكل.
ايه ده؟ ايه ده؟ يلا ده شباك ترانزستور. ايوه اصل ده لما بيعمل في قلب هناك في قلب لما انا هقول لك اصل لما كل واحد ايه ايه مالك يا عبد السلام؟ طب بص صباعي مالك يا صباعي مالك؟ روح قول لمسعود ان الشباك انفتح. بيني وبينك المفروض ان يحلف على بنت عمه ما تفتحش شباك، مش يحلف على عبد السلام افندي. هو يقدر يقول لها بم دي ساعه ما بتبص له بعينيها يبقى واقف زي التلميذ الخيبان. مش عجب يعمل فتوه على الجدعان اللي زينا ويضربه. هو كده مع الحريم اخر دنتله، ومع الدنس الخشن اخر تضرمه. اما اروح اشوف لحسن يودينا بداهي. بس كده؟ طب انت يا ديان يخرب بيتك يا نفيسه، ده احنا متجوزين غفر يا ولاد. مسعود بيه يا معلم، مسعود بيه. فيا مبروك؟ هقول لك خبر وحش يتسبب بانك ترتكب قضيه. اصل ايه؟ كذب. الشباك اللي بتطل على بنت عمك اتفتح. تقول ايه؟ وشفنا كمان البصبصه بعنينا. عبد السلام يا ولا؟ وصاحبه. وكمان جاب اصحابه معاه؟ انت شاهد اثبات اني قتلت دفاع عن الشرف، فاهم؟ غطوني وصوتوا، غطوني وصوتوا. انت بقى بتتفرج عليا؟ بتتشهد في جمالي؟ بقول لك غطوني وصوتوا. طب اتفضل نام عشان اغطيك واصوت. عشان موضوع هايف زي تعمل لي كل الهليله دي؟ اه فعلا هو موضوع هايف وبسيط. ده احنا هناكل حته دين علقه بالكاراتيه محترم. غيطه هيروح دابب ايده في معدتك هيطلع في الشتا، ويحط ايده في كرشي هيطلع كبدي. اه يا كبدي. اه انت بتبالغ. اه فعلا ببالغ. ده حلف يمين طلاق يا سيد انه لازم يقتلنا. غطوني وصوتوا، وهو لو حلف لازم ينفذ. من ساعة ما فتح الشباك يا معلم مسعود وانا واقف زي النمر ما حدش اتحرك من مطرح. افتح يا عصام، افتح لهد البيت كله. مش انا والله ما انا. امال مين؟ احمد ابو العز. هو فين؟ موجود وتحت امرك. هتقول ايه هنا؟ حاضر. وصرف البرجاوي الكبير اللي انا جاسته. طبعا هي بنات الناس لعبه. ما تخرجوش حد من هنا. طبعا حد يخرج. حاضر. منورين يا رجاله. اهاوي امشي. احمد احمد يا احمد. الله انت خايف من ايه يا اخي؟ ده هيقتلك بس. الله يا اخي منورين يا رجاله. حماده حماده. نعم يا لول. في ايه؟ ابي مسعود حلف لقيت الاستاذ احمد ابو العز، فاهمه؟ ايه؟ طلعي نمره التليفون من الدفتر واطلبيه. اطلب مين؟ بوليس النجده؟ لا عم رجب الحانوتي. راح فين انتك؟ ما احنا بندور اهو. هو سيادتك مستعجل ولا حاجه؟ امال ايه؟ يا احمد يا احمد، ما انت قاعد يا اخي. يا احمد احمد يبقى راح فين امال؟ ما احنا لسه ما دورناش في المطبخ. الشباك الشباك ملكتوش، هتتشنشل على روحك. شنشل؟ ايوه. حاضر هشنشل. قدامي. طب اكون مضايق حضرتك ولا حاجه؟ اسمع المطبخ اهو، انت تخش تدور عليه في النمليه وانا هدور عليه في الحمام. ونتقابل فين؟ نتقابل في الصاله الساعه 6 الا ربع قدام النافوره، لو ما جتش هزعل. شايفك يا تحتاني. انزل يا عبد السلام، انزل يا اخي، مفيش وقت. لا هو انت تدبسني انا وانت تتكل على الله. تعال يا حماده، يلا 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 بسرعه. ايوه يلا 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 يا عبد، تعالى واحدة واحدة، رجلك على كتفي. يلا هي وفين كتفي؟ اهو. ايوه الثانية بقى، الثانية واحدة واحدة. اربعة تخلف بيا. طب خد انت عليك شوية. يلا خد عليك شوية. ايوه طب خد انت بقى شوية بالراحة. خد انت شوية بالراحة وانا. ايوه ايوه يلا. اه شكرا يا احمد. الله يخليك. شكرا يا اخويا، انا كنت هموت يا جدع. ربنا ستر. اه يلا يلا عشان نروح. مسعود ايه المجرم الهارب اهو. الله حرامي. بس بس انا هقرب. ايه يلا يلا.
تعالى تعالى. هروح اركب يا بيه احمد وطير بيها، يلا ما تضيعوش الوقت. يلا على السلامة. شييييه اهو فلسه حاضر جد. روح يا ابوي. هتقول الكوبا حاضر. نعم هنشتغل بسرعة. حاضر. وفر ايه يا بيه مسعود؟ مفيش حاجة. طب ليه بتحلف كتير يا بيه مسعود وبتورط نفسك؟ اطلع انت ذاكر، مالكش دعوة بالحاجات دي. طب انا هطلع اسافر، بس انت ما تحلفش كتير. الركوبة يا مسعود بيه. هو راح فين؟ لا مشوار بسيط، راح يبت النفرين والزمان وضيع حالا. يا خبر هاتيهاش بعيد. يلا يا ابو رعي يلا. عشان يعمل ده كله؟ مش بصيت لبنت عمه. طب ذنبي ايه اذا كانت حلوه وزي القمر؟ لا احمد، يا احمد يا احمد، ده هيقتلك وحرام تضيع شبابك. هادر عمري كله فداكي يا احمد. احسن طريقه ترجع مصر حالا. عندي فكره احسن. ايه هي؟ أسلم نفسي وهو حر بقى، يا يقتلني يا يعتبرني أسير حب. اوعى تعمل كده. ليه؟ خايف عليا؟ أيوه. لا أنا خايف على ابن عمي، لو قتلك هيحكموا عليه بالإعدام. عينيكي بتقول إنك بتحبيني. أبدا أبدا. اعقلي يا أحمد. الله، قولي يا أحمد كمان مرة. يا أحمد تاني. يا أحمد الله، الجمل جه الله يخرب بيتك. ايه؟ يا احمد الاستاذ الجمل الجمل وصل. يا احمد شايفك يا كلب، شفتك يا كلب. شايفك يا كلب، شايفك يا كلب، شايفك يا كلب. بقول شايفك. بقول ايه؟ ايه؟ ما تيجي نستخبى في اوضه ديانا وماريا. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نخليه يقتلنا ونخلص منه من القرف. يا فالح تعال ورايا. شايفك يا كلب؟ الله، ايه ده؟ انت يا جدع، مش انت، مفيش كلب غيرك ولا ايه؟ الله، امشي، يا امشي. عارف، عارف كده. ايه ده؟ ديك، تعال. يخرب بيتكم. ايه اللي جابك هنا؟ انت مش هتبطل فضايح بقى؟ انا ولا الجيران اللي ما عندهمش دم؟ انت تحافظ على اهل بيتك بس، مش على الناس كمان. كيف يبصصوا لك يا بنت العم؟ يبصصوا لي؟ اولا انا مش صغيره واعرف احافظ على نفسي. أنا حلفت إنك تقتلهم ولازم أقتلهم.
هكون راحوا فين يعني؟ لازم في اوضه الخواجات. ايه بس هتروح مني فين يا كلب؟ مسعود يا ابن عمي، اي حد هيشوفك هنا هيقول عليك حرامي بتتهجم على الناس. هم دخلوا ليه؟ هيروحوا فين يعني؟ كمان شويه. مين جوه؟ هيكون مين يعني؟ واحدة ست طبعا. ايوه انا واحدة ست. واحدة ست وبتستحمى كمان. هنا مفيش غير ديانا وماريا. تبقى مين انت؟ انا مرات ماريا. مرات ديانا. مرات يعني مراتي انا. انا مراته هو. هو اللي مرات حرمه. مرات اللي ما يسمى. انا مرات احمد ابو العز. الله يهد وقف نمو. انت جماعه احمد ابو العز؟ ايوه انا جماعته. خليه يخرج دي هنا. وهو فين؟ ده انا بقالي يومين ما شفتوش. طب افتح الباب، افتح الباب لك شرف. انت مجنون تفتح الباب وهي عريانه؟ عايز نخرج لك وانا عريانه؟ اه منكم يا صنف الرجاله. منكم يا كتر البكا والنواح ما يجيبش عايد واصل. قلت تخرج يعني اخرج. تخرج ازاي بس وهي عريانه؟ تلبس وما تخرج. لابد وحتما افتش الحمام. افتش الحمام يا حلاوتنا واحنا متقطعين. مفيش داعي يا مسعود، عيب. اسكت ساكت يا ليلى، انا دماغك دي انشف من حبايه الدوم. بلاش يا مسعود عشان خاطري وحياتي عندك. ابدا، قلت افتش الحمام يعني لازم أنا افتش الحمام. ابن عمك ده عصبي قوي يا ليلى، لكن معلش لاجل الورد ينسي العليق. عليق؟ انا عليق يا حرمه يا اللي ما تختشيش؟ ايوه عليق والستين عليق كمان، وانا حواليك لما اقلع. لا لا قصدي لما البس. ناوليني هدومي من عندك يا ليلى. الهدوم اهي. افتح ما تخافش. نزلني نزلني هموت. استنى لما البس. هاتيلي باروكة يا ليلى. بتبص على ايه يا جدعان؟ تختيش حد بص عليك يا وليه ولا بتتلككي؟ تعالي يا ليلى اربطيلي السنتيان. يلا يا دلعادي مش عارف اربط السنتيان. ادخلي وخلصينا. ادخلي امال مش حرمه زيك زيها. زيها. يا بنت خد. ايه ده؟ ايه اللي دخلك هنا؟ انزل. انزل. تعملوا ايه جوه؟ ما تخلصونا بقى. يلا اخرج انت يلا. بصراحة يا ست هانم جوزك ده راجل ما عندوش ضمير. بس ما تقولش الراجل. كيف تسيبيه يبصبص لبنات الناس؟ يبصبص؟ ينيلك ضحكتني. قال يبصبص ايه؟ هو ده بتاع بصبصة؟ ده متنيل على عينه زي الفرخ المذبوح. ده ماشي على رجليه من حلاوة الروح. أهلا سميش. إيه معناته الكلام ده؟ اسكت اسكت، ده حاله يصعب على الكافر. ما تفكرنيش، ما تهيكش عواطفي. أنا ما خبرش كلامك ده. بيني وبينك ما أنتش غريب. كل مكان. صح كلامك ده؟ اسكت ما تفكرنيش بالهم لما فيه. ده أنا من يوم ما اتجوزته لحد النهارده وأنا لسه عذراء. اللهم احفظنا يا رب. وبعد الشر عنها. خلاص بقى يا مسعود مفيش داعي للكلام ده. حتى الدكاتره يا سي مسعود قالوا مالوش علاج. يا ولد وعايشه معاه بقالك كتير. خمس سنين. خمس سنين يا ميس. يا ابوي الله يكون بعونك يا شيخه. لكن كمان ما انت مش ولا بد. مش ولا بد ده ايه؟ قصدك ان انا وحشه؟ وحشه ده يا الدلعات. ما اقصدش يا وليه. الوحش قال انا وحشه. يا وليه ما اقصدش. ما تقول ان انا وحشه، ما انا عارفك اصلك بجح. طب يلا بينا احنا بقى يا مسعود نمشي. لا لا حكايه كبيره قوي ما سكتش عليها واصل. اطمني انا عندي وصفه لجوزك يخليها على القوي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. طب يا ميس انا ماشيه بقى يا ميس. تعالي هنا. رايحه فين؟ هاتيلي جوزك وانا عالجه. انا راجل وتهمني المرجليه. شيل ايدك من عليا، سمك دمك.
ايه؟ عبد السلام لابس هدوم ديانه، ولو شافوه تحت يمكن يحصل سوء تفاهم. ما انتش خايف من مسعود ابن عمي؟ اخاف؟ وادي الباب. اما انت عليك حته الدين نتفة ابن عم اخ. طب تعالى بقى ما اوريك بقيه العيله. لا 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 في عرضك. ايه؟ تعالى نلحق صاحبك ده. اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ تعالي بس. معلش حاولي تنسي الموضوع ده لغايه ما اجيب له انا العلاج. اقوم ادور عليه. اقعدي اشربي كاس واحد وابقي قومي. ويسكي؟ يا ندمتي ما بشربوش. اشربي عشان تنسي الهم اللي انت فيه. انت مهتم قوي بجوزي كده ليه؟ ده لو بينه وبينه طار عالجه وبعدين ابجكته. يا حنين قوي. الست ممكن تتطلق وتتجوز، انما الراجل يعمل ايه يا ولداه؟ خايف على نفسك؟ ما تبصريش امال. ده كان ممكن تحصل اي طور. اشربي. لو شربت حسكر والباروكه هتطير واتكشف واروح في الكازوزه. لا اشربيه سك من غير كازوزه. وراس البرجاو الكبير اللي انت شربها مره واحده. الحين يا امه. اشربي. حكاية جوزك دي خليها جسمي بينتفض. ده انا اللي بنتفض وقلبي هيوقف. اشربي عشان تنسي. وان شاء الله بكره هيرجع جوزك كما كان. حاسس بوجعتي يا حبة عيني. اشربي. الو احمد. الو ليلى بنت عم مسعود. اوشانتي. ديانا. ريفولي. هلا. ميامي. اشربي. ما تفكريش. خليها على الله وعلي انا. اخصى عليك، كفايه كده. اشربي موال. ده كتير. اشربي. ليه بخيل وخالص؟ احنا مش عايزين نلعب. ماريا، احنا عايزين نفبك الموقف ونطلع عبد السلام من المطب اللي هو فيه. طبعا. يلا بينا. يلا. يلا. خليك هنا يا احمد. يا استاذ احمد. أمومة دور عليه. اقعدي بكره يتعالج ويبقى زين. مدام ابو العيس ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا منى روحي. ازيك يا اختي؟ تعال تعالي. ازيك مدام ابو العيس؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا. قومي قومي. مين يا خبر ابيض؟ بنتي الغالي. ايه يا ولية ده؟ ايه؟ احمدي احمدي. ايه؟ يوجد خيشة. ما انتش خايف من سي مسعود؟ يخاف مني ليه؟ بعبو انا؟ اقعد يا احمد اقعد. مراتك حلوة قوي يا استاذ احمد. حلوة؟ انا حلوة وزي الفل. انا غنوة ببق الكل. انا حلوة وزي الفل. دي لازم يقوم اواب. المدام تعبانة، مش نطلعها اوضتها احسن؟ لا انا ليا معاهم كلام سر. عن اذنكم انا اقعد على الترابيزه دي. تعالي قومي. مع السلامه يا حبتي. قومي يا وليه. مع السلامه يا اخي. تعال اشوف وشك بخير يا نور عين. رواكي بقى يا وليه. الله يلا. سلام عليكم. وبعدين في المصيبه دي ولا يهمك. هيعمل ايه؟ انا معاه مسدس يا مامي. ما تخافش، الدواء اللي هديهولك هرجعك كما كنت واحسن. هي قالت لك تخافش؟ سرك كبير. انا عارفك. ما يتبلش ببقك كوله. انا مش طلقتك. عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ طب والنبي انا مجردرك في المحاك يا ابن الكلب. كفايه يا ابو الخال. اخ اقعد. اخ ده راجل كتوم ومنكم عليكم وحافظ على الاسرار. لا دي فضيحه يا مسعود بيه، فضيحه. طب والنبي انا فضحت بحياة وحقيقي وعليا وعلى اعدائي. لا حقك عليا. حقك عليا. ايه يا صديق؟ راجل وست بتاعته. يلا يلا طب هو هي يلا. بصها بصها، ده جزء من العلاج. يا مجنون ده في جيبه مسدس. والحمد لله اللي جت على كده. انا حلوه وزي الفل، انا غنوه ببق الكل، انا حلوه وزي الفل. اهو كده البسمه للراجل المريض شفا اهم من العلاج. ودام جوزك راجل معقد سيكولوجي يبقى لازم تعالجيه برضه سيكولوجي. صح بينا بقى عشان تعالجيني سيكولوجي. اسمع. ايه؟ بكره تيجي البيت لوحدك من غير مراتك. بس انا ما اعرفش عنوان. خلي عبد السلام يجيبك. انا؟ ايه؟ لا لا انت لا، دي مواضيع رجالي ما صحش الحريم تتدخل فيها. يلا
تليفون عشانك يا مسعود. ها؟ عن اذنكم. اه اتفضل اتفضل. انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ يلا يا عبد السلام. شيل ايدك من عليا خليك تاخد 16. انتي قومي. يلا. انا حلوه وزي الفل. انا جدع بقى. انا جدع. الو. ازيك يا مسعودة؟ مسعودة؟ انت مين بالظبط؟ أنا معجبة. معجبة؟ طب وماله؟ المعجبات عندي على جفا من يشيل، أنت مين فيهم؟ احسن لك. وأنا كنت فاهمة مفيش غيري. لازم أشوفك دلوقتي، ضروري. دلوقتي مش ممكن. معايا واحد صاحبي هو ومراته عايشين في مأساة يا ولداه، وأنا في وسطهم حمامة السلام. ممكن نتقابل بكرة. بكرة؟ لا، خالا، خلني يا بلاش. بلاش بلاش. يعني هتكون أحلى من ديانا ولا مريه؟ مسعود بص. ايه يا وليه ده؟ مش عارف ايه ده؟ لا مش عارف. سيكس. يا وليه اختشي ورايا شغل. تعال هنا، انت ايه حكايتك؟ كل يوم شغل شغل. ايه؟ حتى يوم الجمعة ما اقدرش اتأنس بيك، هو انا مش مراتك؟ ايوه. قول لهم مش موجود. موجود. لا مش موجود. موجود. مش موجود. موجود والنبي. مش موجود. موجود. يا نهار اسود، هو مخلف دول كلهم؟ صحته كويسه يا سيدي. انت هتحسدنا ولا ايه؟ حقك عليا يا صواريخ. الله اكبر على عينيك الوحشه. معلش يا صواريخ. اوعى تقولي لابوك يا صواريخ. ولد لو ما كنتش معاك كانوا فتفتوك فتفيت. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ انجال سعادتك كانوا بيرحبوا بينا. هيا المؤدبين، هادين، لطاف، زي عصافير الكلابية. طالعين لابوهم. الله يخليك. ازاي يا ولد؟ تقعدوا هنا ولا في الهواء احسن؟ إيه؟ على كيف سعادتك. يبقى بره في الهواء، يلا بينا، يلا الله. يلا. اه. اتفضلوا. اتفضل. اقعد. اهلا وسهلا. اتفضل يا حمدي. اتفضل. لا مؤاخذة. الأمانة بتاعتك ايه؟ وأنا؟ وأنا؟ أنت ايه؟ متشكر أوي يا مسعود بيه. ثلاث مرات في اليوم يخلوك زي الحديد. آه. طب وأنا؟ ماليش أمانة زيه؟ أمانتي ايه؟ دي أسرار. أسرار ايه؟ ما أنا عارف أنتوا بتعملوا ايه؟ أنا عايز أبقى حديد زيه. أنت أكبر من الصلب ونابك أزرق، وأنا فاهمك وحافظك. الله يخليك. أحم أحم. تعال يا صواريخ. صواريخ بنتي في تانية ابتدائي. بتذاكري كويس يا صواريخ؟ كبة. كبة؟ أمهم معلماهم أنهم يخمسوا في وش اللي يحسدهم. ربنا يخليهم لك كده ويبقوا خمسوا سجاير ان شاء الله. ما انت عارف يا عبد السلام، ما هو كان بيذاكر لهم من حوالي سنتين. سنتين بالظبط. انما بقى لما الاولاد كبروا منعته من دخول البيت. اما الايه عاوز يذاكر لحماده ابن عمي. ده بعدك. مش جاري والجراوله بالشفعه. المدرس اللي يذاكر لحماده لازم يكون راجل عجوز كباره ومبهدل كمان. موجود. كان بيدرس لنا واحنا في تانية ابتدائي، فاكره؟ أنا ما كنتش في تانية ابتدائي، أنا كنت في تالتة ابتدائي. إيه؟ كان اسمه بشندي. آه بشندة فني. أيوة. ما أنت عارفه. آه بشندي. آه. أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. إيه؟ وما كانش عندنا مدرس بالاسم ده خالص. إهدى، بلاش حركات يا عبد السلام. أنت بدك تعطلها ولا إيه؟ عليا مين بالتلاتة؟ لا أنت جايب لي من بكرة بشندي فندي يا أحمد. ضروري. هو حلف. هتجيبه له منين بقى يا حدق؟ ايه النيل اللي جابه لنا ده؟ يا سلام يا سلام عليك نور يا احمد يا ابو العز، وشرف ابويا لو قابلتك في الشارع مع ربك. شوفوا عاوز ايه يا هاشم. نعم، أي خدمة والدي؟ أنت الولد.
مسعود البرجاوي. انا مسعود يا ولد. طب ارتاح، هات كرسي يا هاشم. لا يا ابني لا، لا كرسي ولا دكة. فين الولد اللي هياخد الدرس؟ الافندي بشندي، مش حضرتك الافندي بشندي؟ بلاش تضييع وقت وكتر أسئلة. خليك حنين علينا شوية. لا يا ابني لا، الشرط نور. أنا ما أحبش الحنية، فاهم؟ طول عمري جد الجد. عز الطلب يا فندي بشندي. ده انت لقطة. يلا بينا على الدرس. من هنا من هنا، اتفضل ارتاح من هنا، اتفضل. يلا. شوفي مين يا ام محمد. اهلا اهلا مسعود بيه. اتفضل يا فندي بشندي. دستوركم يا اللي في البيت. البركه حلت. امال فين التلميذ الخايب اللي عايز مدرس خصوصي؟ في المدرسه وزمانه جاي حالا. مدرسه؟ ايوه. وما جايبيني ليه؟ وانتوا فاكريني صايع؟ ضايع؟ ده انا مش ملاحق على الدروس الخصوصية. بس اهدى يا فندي بشندي، اهدى اعصابك، سلامتك. سلامتك يا استاذنا، سلامتك سلامتك. يا قلبي، قلبي بيرفرف. هو ده بقى المدرس؟ استاذ كبير ومخه مليان معلومات. اهلا وسهلا. فين الأوضة اللي هنام فيها؟ ايه ده؟ انت حبيته هنا؟ لا طبعا، مين قالك ده؟ لو ما في سراير كفاية، الكنبة دي تقوم بالواجب. يا فندي بشندي، هنا مش ممكن. رجعنا لوجع الدماغ، ده كل اللي بنامهم ساعتين، هو السبب أحمد. قعد يطقاني بوز دماغي وإيديا ورجليا لحد ما وافقت. مفيش رجال حبات هنا، ده اتبيته في مستشفى. سامع الإهانة بتاعت مرات عمك؟ مرات عمي يا أستاذ، دي بنت عمي. سامع الإهانة بتاعت عمك؟ لخبطتني. بقول لك يا أستاذ، عبد السلام تلميذك وحبيبك، ليه ما تباتش عندي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. عبد السلام خفاجة بخيل إيحة، بيستخسر فيها الصابون اللي بستحمى بيه والنور اللي بحضر فيه الدنيا. لا إذا كان من نواحي دي ما يهمكش، عبد السلام ما يقدرش يأخر لي طلب. قوم قوم. بقول إيه، روح أنت اتفق معاه وخلينا أنا مرتاح هنا. يا راجل قوم. اتفضل قدامي اتفضل. بقول ايه؟ استاذن من الجماعه مرات عم خالد والدك. برضه اتفضل يا سيدي. لا مؤاخذه. اتفضل قدامي اتفضل اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل، اوعى مسكته. اتفضل انت بيتك. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل. ارتاح، اقعد ارتاح، اقعد اقعد. بقى اسمع ما اقول لك. انا كسر نافوخك لو تستخسر فيه الميه والنور والصابون وكف طلباته، فاهم؟ لو سمحت يا بيه افهم. ايه ده؟ تستهبل حضرتك؟ ده سيدك وتاج راسك. ده اللي يبقى من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني انت العبد بتاعه. انا العبد بتاع ده؟ يلا بينا يا مسعود يا ابني. انا مفهمك كل شيء، ليه ليه تحرجني يا ابني؟ يا راجل ايه يا استاذ؟ اتفضل ارتاح، اقعد اقعد. فين جلابيتك يا عبد السلام؟ جلابيه بتاعتي ليه؟ هيقعد عندك لحد اخر السنه الدراسيه. اخر السنه الدراسيه؟ اقوم ولا اقعد ولا اعمل ايه؟ البيت بيتك يا استاذ. اتفضل، فين اوضه النوم؟ اهي اهي اهي. اتفضل. بكرة الصبح هكون عند الجماعة ولاد عمك. بالسلامة إن شاء الله. اتمشوا بالخير. وأنت من أهله. عبد السلام. نعم يا بيه. تنفذ له كل طلباته. ودي علشان لا تحوش عنه لا نور ولا مية ولا صابون. فاهم؟ السلام عليكم.
ايه؟ ايه؟ ايه انت عامل كده ليه؟ مسعود البرجاوي جاب موميا وحطها جوه. موميا؟ سرقها من المتحف. شوف الافتراء بتاع العالم يا جدع، واداني 5 جنيه عشان ما اجيبش السيره لحد. ايه يا بني ادم ايه؟ اللي جوه ده باشاند افندي. باشاند افندي مين؟ المدرس بتاعنا بتاع زمان. باشاندي. اللي كان مقرر علينا في ثانيه ابتدائي. الحمد لله، افتكرته؟ لا ما افتكرتوش، ما كانش علينا حد بقى بالاسم ده ولا بالشكل الفظيع ده. خلونا نام الله يخرب بيكم. معلش يا باشاند افندي معلش. ايه يا عبد السلام؟ ما تزعلش الراجل، روح يقول لمسعود يقلب الدنيا. لا طز فيكم كلكم بقى، انا ما يهمنيش اي حد، انا ما اخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. انت عايز تضيعني يعني معاك؟ لا يا عم، انا هنزل ابات بره البيت. سلام عليكم. انا عاوز اقول لك حاجه يا ديانا، بس خايف تاخديها على اني ما بحبكيش. قول يا مسعود، احنا بنخاب بعض. عاوزك بقى تكلمي ليلى بنت عمي وتقولي لها ان مسعود بيحبك ولازم تتجوزيه، يبقى لك ثواب يا ديانا، ويا بختي من وفق راسين في الحلال. ليه هو انت مش متجوز؟ وايه يعني؟ ابويا كان متجوز 3 وجدي كان متجوز 9، هما كانوا يعني اشجع مني. هلو احمد، ما جبتش مرتك معاك ليه؟ اصلها بتنام بدري زي الفراخ. بكره هتسهرك للصبح. حاكم الدواء اللي اديتهولك له مفعول اكيد. اسال مجرب ولا تسال طبيب. احمد ترقص؟ تعالى. استاذنك ارقص. اتفضل، انا راجل سبور. يلا. ديانا. ايوه احمد. احنا اصحاب مش كده؟ طبعا. انا بحب ليلى ومش متاكد انها بتحبني. انت ممكن تتاكدي. تضحكي على ايه؟ تقصد تقولي يعني ان انا الفت نظري عليك؟ بالظبط. تقولي لها يا المأذون يا الحنوتي. يا ده انت باين عليك دايب قوي. قوي 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 قوي. أبصاب. نعم نعم نعم. تعالى. هو ده؟ لا مش ده. هو دي صاحبك؟ لا ده عبد السلام صاحب احمد ابو العز. اهلا اهلا. هلو. صباح الخير. زيك مدام ابو العز. في عرضك. اقفع الخبر مجور. مجور؟ مجور اجين. ايه الاخبار؟ باشاند افندي مبسوط ولا لا؟ النور والع طول الليل. سبت له 3 حتة صابون عشان يستحمى بيهم، واتنين يغسل بيهم وشه، و5 عشان يغسل بيهم هدومه. ايوه كده، عشان نفضل حبايب يا عبد السلام. ما احنا حبايب، واحنا نفضل طول عمرنا حبايب. هنزلكم. استنى، انا هيجي معاك. ازيك مدام ابو العز؟ ارجوكي مسعود يسمعك يفهم يقطعني حتت. ما تخافش يا حبيبي، احنا فاهمين اللعبه سوا سوا. بس انت شقي. انا شقي وانا شقي. رايح فين؟ تعالى اوصلك. يا ريت، ده حضرتك الناظر لما هشوفك معايا هيحترمني قوي. يلا. مش ممكن، انت عارف حماده هيجي من المدرسه ما يلاقينيش. يا ستي هنرجع قبل ما يجي حماده. احسن خاطري يا ليا، قومي قومي البيتي فوس خدي مش هتكون خيروه من دونك. مش ممكن، قومي بليز بليز شيري. كويس؟ انت مبسوطه مني يا مسوده؟ يا دي انا مش وقته، احنا في بيت العيله. اوعي انت ايدك كده بقى، تخافيش. انا حاسوق. انا حاسوق. انت سيء فيها. وتسكتي مصر كمان، الله يهدك. ايه رايك هاخد اجازه عرض النهارده عشان هوريكي حاجه حلوه قوي. عرض يعني ايه؟ عرض يعني عرض يعني لما يا عرض ايه؟ ربنا يستر وما يكونش ضيوف. عشان تفادي ايه اللي جابك؟ علشان الدرس. حماده راح المدرسه. المدرسه؟ ايوه. طيب اقعد معاكم شويه. بس احنا خارجين. خارجين؟ يعني هتسيبوني لوحدي؟ ليلى هانم تقعد معايا، حاكم انا راجل كبير واخاف اقعد لوحدي. وتقعد ليه يا اخي؟ عشان استنى حماده، انا ما اقدرش اطلع السلم ده تاني. طب يجي معانا ام محمد مش جايه النهارده. والله فكره. راجل بركه ويبقى حتى فسخة الرحله. قوم قوم قوم. يلا قوم. طيب يا ابني اديني فرصه اخد نفسي.
اعملي لي قهوة سادة يا بنتي. يا ابني ده انا طالع 33 سلمة. يبقى صلح السلم يا ولد يا مسعود. في سلمة مكسورة. وانا راجل على قد حالي كنت هقع فيها. قهوة سادة يا بنتي. ايه بقى؟ مالك؟ ها؟ مالك حبيبي؟ انت عيان؟ ايوه عيان. انا معقد. عايز اوريك العقد اللي جوايا. هتلاقيها بقك 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 كل بوجة قد كده اهو. ادي بقك بقك. لو فتحت قلبي هتلاقي الكبت اللي فيا كتل كتل كله كتل قد كده. ايوه. وساكت على نفسك ليه حبيبي؟ مش لاقي حد يعالجني غيرك انت يا مريم. مسكين حبيبي. خففيني يا مريم خففيني. I like you very much. Yes. أنا كمان very much is because I am the tree. ما تجيبي بوسة بقى. Not yet. What? هروح مشوار صغنن وهرجع بعد نص ساعة. استنيني هنا. بومبا؟ نو بومبا. نو بومبا. اوعي تأخري. ما تأخريش يا مرايا. راحت فين؟ اهي. انت كنت فين يا مال؟ اهي اتخليته على مهلك. حاسبوا عليه ده راجل عجوز كباره. بقول ايه؟ ادخل انت، انا عارف الطريق. امسك نفسك يا عم بشنج. ايوه امسك. ايه لا تعالي. يا جماعة ما تزعلوش من بعض. سيبي ايدك، سيبي تعالي مكانك. شعرك هياكل من وشك حتة. ليلى بيك يا ليلى. تعال يا ولد تعال. ايوه كده تعال. ايوه ما تنزل يا ماريا تعالي. هزور واحد صاحب ايام. اوكي باي. ماريا ايه؟ ماريا وخبت ماريا خربشتكوني سيبنكوني فاني ماريا. والحب ممكن يبهدل الواحد كده؟ لا حبيبي. طب انا بحبك يا مريم. وانا كمان حبيبي. طب ما يلا بقى نتجوز. يلا روح البيت عندك حبيبي. ايه ده؟ عايزه تيجي البيت معايا؟ ايوه حبيبي اجي البيت معاك. بس احنا لسه ما اتجوزناش. مش مهم ابدا حبيبي. ايهو سيبيني اسوق شويه يا منصور. سوق انت كيف بس؟ يمين شمال يمين شمال. يا سيدي انت قلتينا الطايره وسبتينا حطيتينا في داهيه يا شيخه. اخت عليك انت واشع. لا 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 لا. عارف انا عامل الريحه دي ليه؟ عشان يخبوا بعض حبيبي. عشان حاجه تانيه كمان كلمتك عنها امبارح. اكلم ليلى تتجوز انت. مش هتسمعك يخرب عقلك. بس بقى يا عم بشنج. المركب ماشي عدل. اصلي 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 سرحت. سرحت في ايه؟ تلميذي وابني احمد ابو العز انسان عظيم وعاقل وحساس وعاطفي جدا. انت تعرفه كويس يا عم بشنجي. اه ده انا مربيه بايديا دول. طب ليه ما علمتوش الشجاعة؟ قصدك ايه؟ قصده بيخاف من خياله، بيترعب من ابن عمي. ما هو صاحبنا ده شيء غير طبيعي.
اللي بيحب ما يخافش ولا من العفريت الازرق. وانتي واحمد بتحبوا بعض؟ اه لا لا بلاش، هعرف الرد من عينيكي. اصلا انا بفهم في لغه العيون. بصيلي. نعم. اصل احنا وصلنا. طب على مهلك. فين الخرم بتاع الباب؟ انا سايب الباب ده وانا نازل بالخرم. الخرم راح فين؟ اي حد معاه خرم يطلعه. فين الخرم؟ الخلف بتاعك انت مش ولا بد. الخلف بتاعك انت. انا جدع، انا جدع بقى بصراحة، انا جدع. وطز في احمد، وطز في بشندي، وطز في مسعود الفرنكاوي. انت عارفه الفرنكاوي اللي انا ضربت وعلقت. يا اما انت سكران يا حبيبي. انا من احسن السكرانين في شرق اوروبا. بس انا ما احبش السكرانين. مين قال لك اللي انا سكران؟ انا حلوه وزي الفل. انا غنوه بق الكل. انا منجاي، انا السويش. انت لازم تشرب دواء يفوقك. هو الدواء فين؟ انا حلوه وزي الفل. انا غنوه في اي حته في الكل بقى. لازم تشرب مكركم عشان يطهر معدتك. مكركم ايه؟ بتاع الفرنكاوي. ايه دي مجنون؟ بتاع مسعود الفرنكاوي ده. بتاع الحديد. أنا اللي هبقى حديد. هتشوفي. ده بقى اللي هيطلع البؤب والكتل والعقب كلها. تعالي. تعالي بقى. تعالي. يا بركانينس تعالي. أنا جدع بقى. وركاني تعالي. رجعلك حالا يا خبيبي. سيباني في الوقت المناسب. لا افندي افندي. انت بتحب ليلى مش كده؟ زي بنتك يعني. طبعا طبعا. لكن ليه السؤال ده يا بنتي؟ ابو ليز التلميذ بتاعي انت عايز يجوز ليلى. وعايز انا اقول لها. انت لسه ما قلتلهاش؟ طيب ما تقولي لها انت يا بنتي. وحياه والدك جنوبك ثواب. انا مش فاضي، انا اشغل مسعود وانت كلم معاها. أوكي. اوكي 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 باي. ان شاء الله تنهرش يا بنت العبيطه. تيجي نعمل زي زمان. زمان؟ زمان يعني ايه؟ لما كنت تحكم عليا اشيلك على كتفي واوصلك لغايه البيت. ده كان زمان. انا دلوقتي كبرت خلاص يا مسعود. بقى هتكبر على ابن عمك اللي مربيكي. طب والله انا شايلك. ايه ده يا مسعود؟ ده استني بس. استني اوعى كده. استني بس بقول. انتوا بتلعبوا ايه؟ بنلعب ايه بس يا ديانا؟ وده وقته. عايزه ايه؟ عايزاك انت يا حبيبي. هتعملي بيا ايه؟ اعمل كده اهو. كده اهو. ليلى. عم بشندي. تفكري فيه يا بنتي. بتحبي يا. انت جربت الحب يا جدو؟ ايه زمان. يعني حبيت كم مرة في شبابك؟
مرة واحدة. وكنت بتحس بإيه وأنت قاعد جنبها؟ بحس إن قلبي فرحان بيرفرف، وعاوز أقول عاوز أقول حاجات كتير. قول. أقول خايف، خايف أقول اللي في قلبي، تتقل وتعند وياي. ولو داريت عنك حب يا جدو تفضحني عيني في هواي. ايه اللي عملتيه ده يا بنتي؟ كنت هترجعيني لشبابي. وحياتي يا جدو. لا لا، عشان خاطري يا جدو. مش ممكن. طب ما خصمك. تخصمي ليه يا بنتي؟ دي هي الخير والبركة. ايه اللي بتعمليه ده؟ بقلع، والنبي اداري عليا عشان مسعود ما يشوفنيش. ولزومه ايه بس القلع؟ هاخد غطس. تيجي علينا في العوم يا جدو؟ ما بلاش عوم، وقعدي خدي حمام شمس احسن. عايز اتكلم معاكي. طيب. اقعدي، امسكي، استني هفرشلك هفرشلك. قعد؟ اتفضلي. عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول ال اصل ال 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 ما هو 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 اصل الحكاية الموضوع يعني نسيت. طب انا هقوم اخد غصة على ما تفكر يا جدو. ما هو عن اذنك يا جدو. ألاك يا مسعود. صح بتحبيني يا ديانا؟ صخ يا مسعود. صخ؟ ما تتكلمي عادي بقى يا ديانا. سوايا سوايا. انت ما جبتيش احمد معاكي هنا ليه؟ اجيبه كيف وانا مديله الوصفه العجيبه. عجيبه؟ انت وصفه؟ دي حاجه مالكيش دعوه بيها. تعالي يا شيخه تعالي يلا. انتري. هو ده. حاضر. ماريا. ايوه حبيبي. ماريا. انت فين يا ماريا؟ انا اهو. ايه ده؟ مالك حبيبي؟ مين ده؟ مالك؟ عندك ايه؟ انت مين؟ دكتور. دكتور فين؟ دكتور اللي جابك؟ ايه الخبر اسمك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الحقوني! 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 الحقوني يا ناس! الحقوني يا ناس! يا مامي! يا مامي! الحقوا الحقوا! وين له سلام؟ يا زمرو حسين قاعد عندك هنا؟ ثانية واحدة. بره! بابا! بره مش عايز حد غير مرايا! مريم! الحقنة اهي. جايبين لي انبوبة بوتاجاز. سيبني اسوق شوية يا مسعود. بلاش دعوة بقى يا ديانا، تودينا في داهية يا شيخة. تاخد العتبة. واحدة تتكسر وتبقى فتفيك مني يا جدو. اوعي يا جدو. حرام عليك يا شيخة تتراجع راجل الكبارة. هو كبارة صحيح، لكن قصدك ايه؟ قصدي اللي قلته. تعرف يا جدو، انت فاضل لك كمان رحله زي دي وترجع شباب، وكمان اربع خمس رحلات وترجع لونه صغنن، ونشيل شنبك ودقنك ونجيب لك بزازه. انت بتتريقي عليا. انا بالعكس يا جدو، ده انا بحبك قوي يا جدو. لا لا، انت بتتريقي عليا. والله العظيم ابدا يا جدو. لا لا، انت بتتريقي عليا يا جدو. عيب يا جدو. هي هي والعقد هي. هي وكلا من غير بواب، ولا انا فتحها لكم ملجا. اسمع، انا لسه عامل غسيل معده، وانا لما اعمل غسيل معده ما يهمنيش اي حد. انت من النهارده تشوف لك حته تانيه تتخبط فيها. سامع عطرش؟ انت بتزعل مين؟ انت بتتكلم عليا يا اخوان انت وهو؟ انت حد وصلكوا عليا؟ عايزين تطيروا برج من دماغي؟ بلا
عليك عشان انا انسان مهذب. ايه الدوشه اللي بره دي؟ قلقتم منامي الا هيقلم منامكم يا غجره. لا حقك عليا يا استاذ، ده عبد السلام، وانت طبعا مش معقول هتزعل من عبد السلام، ده برضه تلميذك. لا مش تلميذ. اذا كنت لا فاكر لا شكل ولا اسمه بقى تلميذه ازاي؟ وفي واحد محترم بياكل الصابون طز فيه. جرى يا عبد السلام؟ ما يصحش كده. عيب. ومش عيب لما تيجي تاكله وتشربه وتنامه ببلاش؟ ما هيتكيت ابوكوا كل ده عشان 5 جنيه عمري دفعهم الفرنكاوي بتاعكم. البقف بيعايرني بالاكل والنوم والصابون. ما تقولش بقف، انا بقول لك اهو. اسمع، انا عمري ما حد، اوعى اوعى من سكتي بقى. عبد السلام انا اول مره يتقال انت مسكت كده ليه؟ عارف من ايه؟ انا استاذ يا استاذ، استاذ محترم غصب عنك مش بقى. ما يصحش يا عبد السلام، ده بيتك يا اخي. الله، ده راجل كبير وهزه ما احترمش نفسه. طب حقك عليا. خلاص. الله، بس سكتنا له دخل بحماره. طيب انا اروح كمل اكلك انت بس. بسم الهاري، سامع كلام اللي سد النفس؟ طب والله ما انا واخد. الله يخرب بيتك يا مسعود يا برجاوي، دعوه عبد السلام قبل ما ينام. انت لا، انت لا. وانا وهبه. نعم يابا. لا بلاش انت ولا محمد، تعالى. حاضر حاضر يابا. نعم يابا. روح قول لامك ابويا زعلان خالص وهيطج. لكن انت مش هتطج. انت مالك انت ولا؟ اه كده هتطج بصحيح. امشي الجر. تخرب بيتكو. اما اما لحق ابويا هيطج. يا لهوي سي مسعود، اوعى يا ولا. هو ايه ده؟ هي ما بتدلعش حد غير ابويا ليه؟ عيب عيب، انت لسه ضايع على الحاجات دي. سي مسعود سي مسعود. ايوه. قال انت زعلان وحطق يا اخويا؟ ايوه. لازم تقولي واجهتك، ده انا مراتك ام عيالك. انت عارفه من زمان اني بحب ليلى بنت عمك دي حب ملوش حدود. وماله يا اخويا، ده انت مربيها على ايديك. يعني موافقه يا نفيسه؟ على ايه؟ يعني اتجوزها عليكي. يا لهوي يا راجل احمد، هو انا مخلياك ناقصك حاجه؟ امال افضل عايش في العذاب يا نفيسه؟ حبها مسهرني بالليل ومجنني بالنهار، مانيش عارف النهارده اذا كان حد ولا سبت ولا اثنين ولا خميس. شد حيلك امال، مش يمكن ازمه وتعدي. تعدي كيف يا وليه؟ ده حبها مكلمش في كل حته من جدتي. انا حموت نفسي واسيب لك العيال. ها يا لهوي، لو النبي يا سي مسعود. امال اعمل ايه بس يا نفيسه؟ ده انا هتجنن. بعد الشر اقول لك اتجوزها وتقعد معانا، وهي لقمه هنيه كفي 100. قالت لا، اعمل ايه؟ هموت واندفن في حبها؟ بعد الشر يا اخويا، هتموت عشان حته بنت مفعوصه هتتجوزك ورجلها فوق رقبتها. يا وليه يا هبل بتعملي ايه؟ ولادنا يقولوا ايه؟ هيقولوا ايه؟ هم عايزين ايه غير هناك وسعادتك وراحة بالك يا اخويا. ال 150 مسألة دول لحد ما اقول لام محمد تعمل لي شوية جنسون. خليك انت ولا راح ولا لا؟ خليك انت، ابتدي حل المسائل. Thank you.
اللي يرقص لوحده يزور. انت بتحب الرقص؟ طب يلا بس على الهادي. هادي يا الله. يا سلام يا سلام على السعادة اللي أنا فيها، يا سلام على الحب. عمي باش هندي ده أنا رجلي والأرض ما بعد شو رأيك مشكلة؟ أنا موت نفسي لو كرامك. واحمد ابو العز اللي بيحبك. ما بحبوش، صغير. لا ده راجل ونص. انت مش قلتي لي انك بتحبيه؟ كنت عايزه تقولي، لكن انت مش عارف قيمه نفسك، ولو ما اتجوزتنيش هتجوز واحد تاني. لا 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 في عرضك. يعني هتكلم ابن عمي؟ سمعت الفان؟ يا لطفي؟ لا. سعاد حسني؟ برضو لا. تبكي محمود المليك؟ هو يا اختي ده. يا وليه بطل الهبل ده؟ ايه عملت ايه؟ قالت لي. قالت لك ايه؟ وانا كمان قلت لها. قلت لها ايه؟ وهي قالت لي. ايه؟ مالك يا وليه بتعاطي ليه؟ هي ما وافقتش؟ ايوه زعلتك؟ زعلتني قوي يا سي مسعود. زعلتك كيف؟ قالت لي، بصت لي كده بعين نايمه وقالت لي انت جايه تجوزيني جوزك. على كل حال ما دام انت موافقه انا كمان موافقه يا ابله نفيس، وبكره الساعه 6 يقدم لي الشبكه. اديني بوس يا مراتي. ايوه كده ابعد، اجري بوس مراتك الجديده. انقهرت طبوس تستهليها. عارف كل يوم هخطب لك واحده. مالك يا وليه انت اتزرعتي؟ الله. اهلا العواف. اتفضل. اهدى اهدى اهدى، يعني كل شيء على ما هو عليه، مفيش حاجه اتغيرت. طب وانت عايز الحاله تتغير ليه بقى يا سعصافير؟ بسمعوا بقى، انا علشان ارجع هنا معزز مكرم بعد المسخره اللي حصلت لي، ليا شروط لازم تتنفذ. اؤمر يا عصافير. أولا
صورة الأسد المرعب دي لازم تنشال من هنا فورا. حاضر. كده؟ ثانيا، هذا المسعود البرجاوي لا يكون موجودا أثناء عقد قراني على ربة الصون والعفاف والكرم والأباف ليلى هانم البرجاوي. من عناية يا عصفيرو. كده؟ ثالثا، ما شوفش وشه لا قبل الزواج ولا في أثناء الزواج ولا بعد الزواج ثلاث مرات في اليوم. ما تفتحيش انت يا ام محمد. رابعا، اهلا. مبروك يا ليلى. ميرسي. واخيرا حيتلم شمله. انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول ايه اللي جابك هنا؟ رجلي يا برجاوي. هكسرها لك. اخلص. ده انا ادشدش لحمك قبل عظامك. ده انا عصافير وستة. ده انا اللي حكيلي على مناخيري اضيعه اضحضحه يا برجاوي. ده انا ارض جاوي يا برجاوي. بتقول ايه يا عصافيرو؟ والنبي يا عم. يا عصافيرو قلت ايه؟ حقك عليا بيه. نزلني. انت مش سابق خطبتها وانا قلت لا؟ حصل يا بيه. امال ايه اللي جابك هنا تاني؟ انا جيت اسعد بيه خدمه انسانيه، خفت انها تموت نفسها لو ما جوزتنيش. ايه احسن من انت يا عصافيرو؟ لا يا بيه، ده انا فوق وانت تحت. ايه؟ انا تحت وانت فوق. ارجل من انت يا عصافيرو؟ مين اللي قال كده يا بيه؟ ده انا على قد حالي وانت طويله وعريضه. امال كيف تقول انها تموت نفسها عليك؟ ده اللي اتحقق منها يا سعاده بيه. وانت بلاها كمان بكيه ورد معاك؟ لا يا بيه، ده انا كنت ماشي اللي شبطت فيه، واصلا انا كنت راعي بيه جنازه. جنازه؟ ايوه، جنازه عمك محمود الزكري. جنازتك انت ولا يا عصافيرو؟ ارحوني. يا ناس الشقه يا برجاوي. ايه يا برجاوي؟ ازاي؟ ايه انت على اخواتك يا برجاوي؟ انت مالك ومالي يا اخي؟ انت راجل اتجوزت. الله، انا ابن عمك، كنت همني مصلحتك. انا عارف مصلحتي كويس. تتجوز الهرفوت ده؟ حاجبني يا اخي، وانت مالك؟ ايوه عاجبها يا اخي، وانت مالك؟ لازم اخلص عليك. خلص عليك. خلص عليك. يا نهار اسود، الويل لك يا باشندي، ثم الويل يا للعار. شرف البرجاوي زي عود الجرجير. ابدا، مسعود عايز يتجوزني وعصافيرو عايز يتجوزني. وانا واحمد. احمد، مش عارفه اقول النبي يا عم باشندي، لو انت مكاني تختار مين؟ احمد ابو العز طبعا. اللي عمل عجوز وركب دقن وشنب عشان يدخل هنا. ايه يا عم باشندي؟ يعني سكت؟ ليلى، ليلى انا عملت كده عشان اتاكد انك بتحبيني قبل ما اطلب ايدك. لا يا احمد، انت اسمه غش. لما يبقى عندك الشجاعه تطلب واحده من اهلها ابقى اتفضل. ليلى انا طيب، هتشوفي. بعدين نايمين في محل؟ مسعود بيه. مسعود بيه. مسعود بيه. في ايه يا عبد السلام؟ أنا غيرت القفل بتاع الباب عشان بشندي الزفت ما يخشش عندي، طردته. كيف عملت كده يا عبد السلام؟ أنا هقول لك، أصل أنا شفته بيجري ورا بنت عمك عشان يبوسها. يبوسها؟ أيوه، وهي تقاوم، هو يبوس وهي تقاوم، هو يبوس وهي تقاوم، لحد ما بطلت مقاومة. صح الكلام ده يا عبد السلام؟ صح الصح يا مسعود. يا أبوي نفوك هطق. أنا لازم أقتله عشان من دمه. أنا اللي هقتله، لا أنت ولا هو. أمال أنا بعمل إيه في البلد ده يا رجالة؟ علي النعمة ما حد قتله غير مسعود بيه. صح يا عبد السلام. ايوه عليك نور. طبعا وشرف البرجاوي الكبير، لو حد مد يده عليه اقتله بنفسي. لازم انا اقتله بنفسي. يلا بينا. والله لا اهل اسمعوا. الله على فين يا فندم بشندي؟ يا فندم بشندي؟ بشندي يا فندي. عاوز ايه؟ رايح وين؟ ايه الي. اصل احمد ابو العز مستنيني هنا. خايف من ايه؟ خايف منه؟ لا لا، وخاف من ايه؟ لا مفيش حاجه. مكانك انا؟ لا، مع السلامه. مع السلامه. ما شفتش بشد يا فندم؟
لا ما شفتوش. ما شفتوش كيف؟ يا مسعود بيه، يا مسعود بيه، باشندي نزل من هنا دخل عند عبد السلام افندي. اه طب اتفضلوا عندي. عزيزي عبد السلام، قررت ان الغي باشندي افندي من الوجود. من هنا ورايح مش هتشوفه ولا في المنام. اخوك احمد ابو العز. يا نهار اسود، احمد ابو العز قتل باشندي رجال. هو كمان لازم يتقتل. ايوه يلا قدامي. يلا رجال، يلا معمول بقى، اتكل على الله. يلا يا معلم مسعود، يا معلم مسعود. ايه انا احمد ابو العز قتل باشندي. هو فين؟ ما مسكتوش ليه؟ انا اتبنى جريت وراه محطه. وقفل على خيره الله. قدامي صل على النبي. لو ما لقيتوش حاجتلك انت. طبعا. انت اللي مسؤول، فاهم؟ طبعا هجيب لك زنجبيل. اطلع. طب حلبة حصه عشان قدامي. طب اي حاجه ساعه يمكن، يعني يا عيب. صدقني يا حضره الضابط، انا ما قتلتش حد. انا احمد ابو العز، وانا برضه عم باشندي. اسمع، ادعاءك الجدال ده مش هيفيدك. اتكلم عدل. اديني فرصة اقول لحضرتك كل حاجة. لازم نلحق مسعود قبل ما يقتل احمد. انت بتخبي يا احمد يا ليلى. لو مسعود لحق هتبقى مصيبة، ده ما يعرفش عربي يا جيهانة. وانا كمان مش نعرف عربي، عشان كده هنعرف نتفاهم كويس. سابا سابا. مسعود رجالته بره عاملين زيطة يا فندم. هات لي مسعود. حاضر يا فندم. ده شاهد اثبات ان يعني الافندي باشندي ما تقتلش. طب وانا مالي؟ احمد ابو العز شيل الحاجات دي. يا ابن اللئيمه، يعني كنتوا بتلعبوا عليا؟ انا احتمي في ظل الحكومه. والله اكبر، الله اكبر. معلم مسعود، هات المسدس اللي معاك ده. ده مترخص. عارف انه مترخص. انا هسحب منك الرخصه، لان المتهور اللي زيك مش لازم يشيل سلاح. مخ هيطرش يا عالم، انا اتخبي بشكلها. مسعود، ايه يا ابن عمي مالك؟ سامحني يا ابو نسب، الحب يعمل اكتر من كده. وانت سيد العارفين. امال فين ماريا فركاكيكس؟ ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مسعود يا حبيبي، قوم معايا، انا نعرف نفوقك مظبوط. مش وقته نفيسه. نفيسه؟ انا برضو نفيسه؟ يا عالم انا مش فاهم حاجه خالص. مفيش حاجه اسمها مش فاهم حاجه. كل واحد بيحب واحده لازم يتجوزها. اه، ومحدش يقدر يمنع حد من انه يتجوز اي حد ولا يدخل للاستعمار. مساء الخير، هاتولي ماريا. ماريا، ماريا. ما تخافوش يا رجاله، لو اتنفس هقطعه قطاطيع. على فينك ده؟ صباح الخير بالليل. عاوزين تمشوا من غير ما اقول لكم مبروك. متشكرين قوي يا مسعود. مع السلامه يا مسعود. بقول ايه؟ ما شفتوش ديانا وماريا؟ لا، ما حدش شافهم يا ولد العم. هدور عليهم الاثنين سوا واجيبهم واجي لكم اسكندريه حالا. ايوه دور انت. سيبوا الاتروبيل يا وادي.